بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي، وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي لمباراه مهمه جدا جدا للنادي الاهلي النهارده امام سيراميكا كليوباترا والمؤجله من الاسبوع ال 27 من فعاليات الدوري. واحد هيقول لي انت عمال كل مره تقول لي الاسبوع 27، مره الاسبوع 24، مره الاسبوع 25، والنادي الاهلي لعب 23 مباراه، ازاي الكلام ده؟ طبعا احنا بنلعب بعض المؤجلات في النص، بعض المؤجلات في النص، وبنلعب احيانا الاسابيع بتاعتنا العاديه، ولكن في مؤجلات كتير للنادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين، فاحنا بنلعب بعض المؤجلات دلوقتي، منهم مباراه النهارده المؤجله اصلا من الاسبوع ال 27. ماتش صعب جدا جدا طبعا لاعتبارات كتير. اول حاجه مواضع الفرق اللي احنا بنلعبها صعبه جدا الفتره دي، منها فريق سيراميكا اللي هو في موقف لا يتناسب ابدا ابدا مع امكانياته، هو في منطقه الخطر. سيراميكا في المركز ال 12 برصيد كام؟ 31 نقطه، بينه وبين اللي تحت اللي هو اول فريق في النزول 3 نقط بس، وسيراميكا معاه 3 فرق بنفس الرصيد اللي هو 31 نقطه، بنك الاهلي، اسوان، وغزل المحله. داخليه زي ما بقول لحضراتكم هو اقرب فريق ليهم 28 نقطه، وبعدين طلع على الجيش 26 نقطه. طبعا الحرس تقريبا حسمها بنسبه 99.9 للنزول للدرجه الاقل. كل ده الفرق اللي انا بقول لحضراتكم عليها وطلاع الجيش والداخليه القريبين من سيراميكا والمحله واسوان، قريبين مركز سيراميكا، فبيزودوا صعوبه الماتش النهارده. طبعا سيراميكا زي ما بقول لحضراتكم موقفه وترتيبه لا يتناسب ابدا ابدا مع امكانياته كلعيبه وامكانيات ماديه. كمان اللي بيزيد النهارده من صعوبه المباراه وجود قامه تدريبيه كبيره على راس القياده الفنيه لسيراميكا كليوباترا اللي هو الكابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان تولى المهمه المباراه اللي فاتت، قبل المباراه اللي فاتت مباشره قدام فيوتشر، وعمل ماتش كويس، عملوا ماتش كويس جدا وخسروا 1-0 وتقريبا سيطروا على المباراه، ولكن خسر من هجمه مرتده ولاعيبه سيراميكا اهدروا العديد من الفرص.